سوري ان شاء الله. جابوني لو ما جابوني على طريق الامم المتحده، قالوا لي بدنا ناخذك على بلد الامن والامان. اربع سنوات برقت بهاي البلد، ثمانيه شهور بعد ثمانيه شهور تم بهذا المبنى المنكوب سحب اطفالي مني. اتمنى من كل اخ، من كل ام، من كل اب يحس بهذا الشعور. يا اولادي وينكم؟ يا اولادي وين كنت تلعبينهم؟ وين ولادي جمال؟ وين الولاد؟ اطفالي يا ناس تعالوا، كنت اطلع هون العب هون الاعتصام فاقد خمس اطفال من 2018، ماني شايف اطفالي. اطفالي اكبر طفل عمره 9 سنوات واصغر طفل عمره 8 شهور، عايش بالسويد من 2018. والناشد العالم تتكلم مع الحكومه السويديه بدنا اطفال. ناشد العالم، ناشد حكومه سويديه، وناشد برلمان، وناشد اي دوله. ما راح يرد علينا البرلمان، بدنا ناشد اي اردوغان. اردوغان داخلين على الله وعلى اردوغان. وانا ما يردون علينا. وانا تركيا وفي معطور. قمنا نبكي على اطفالنا، قاموا يسوونا ارهابيه واسلاميه. داخلين على الله واردوغان. حاطين الاطفال، حرامين الاطفال. اربع سنين وسبع اشهر ماني شايف اطفال. خالص. جاني طفل عمره خمس صغير سحبوا لي اياه للمستشفى. حتى الان ما شفت اطفالي ابدا، لا صوت لا صوره لا هاتف. المحامين بهاي البلد ما استفدنا شيء، كان ماخذين قرار وخالصين. بعد ثلاث سنوات اجانا طفل من المستشفى تم سحبه. بأي بلد، بأي حقوق، وين العدل؟ وين الحيوان يشيلوا له طفله من ولادته؟ ناشد العالم كله، أنا دياب الطلال عايش في السويد، مطلب الرحمة من كل رؤساء العالم، من الاتحاد الأوروبي.